طبعا مشاهدينا زي ما عودناكم فقرات عديدة، وزي ما وعدناكم ببداية البرنامج رح تكون معنا باتريشيا جانجاتا لحتى نعلم أطفالنا بأوقات هالفراغ وبزمن كورونا يقدروا يستغلوا وقتهم. أكيد رح نشوف شو محضرتنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، الله يسعدك. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. نورتينا باتريشيا، اسمك كتير حلو حبيبتي. يسعدك يا رب. احكي لي، يعني احنا كأمهات يعني ما ضل نشاط ما عملناه لأولادنا بالبيوت حتى احنا نقدر نشغلهم يقدروا يبعدوا عن الموبايل وعن البلاي ستيشن وعن كل الاجهزه الذكيه، شو عملتي لحتى تخلي الاطفال ينشدوا لهالاعمال اليدويه؟ هلا احنا بطريقه كثير بسيطه قاعدين عم نطلعهم من الملت ميديا والدراسه الاونلاين اللي عم بتصير هلا حاليا، فاحنا عم نحاول ان نخليهم هلا لا غنى اكيد عن بس نقسم الوقت التكنولوجيا وهيك، فانه انا ممكن اقسم الوقت او استغل حب اولادنا وطلابنا لا التكنولوجيا بطريقه انها تصير مثلا احنا عم نعمل كرافت كثير يدويه كثير بسيطه من اشكال هندسيه بسيطه، كيف بطعجها كيف بسويها انه تطلع معي بالاخير شكل حلو. ممكن استغل حبه للتكنولوجيا انه ممكن اصور هذا كستوري بعد ما انا عملته بالضبط، عرفت يشارك كيف؟ فانه بستغل اصدقائه شو عم بعمل بالضبط، وشوي شوي انا بحاول قدر الامكان انه انا اخفف من انه كثير هو رايح للتكنولوجيا مع دراسته مع هيك، عرفت؟ طيب خلينا نبلش، شو اول شيء بدك تفرجينا اياه؟ هلا شوفي هون احنا كيف عنا، انا من مثلا زي هادي، هي حلزونه كثير بسيطه كثير ايزي، هي عباره عن سيركل كبيره دائره كبيره، طعجتها انا وعملت منها كمان دويرة تانية صغيرة مشان يطلع معي إشي كتير بسيط. حلو. حبيت الألوان باتريشيا. الألوان نعنشة مشان تشد الصغار مشان يقدروا يشتغلوا ويسووا معنا. هلا مثلاً كنتي قاصدة باستخدام هدول الألوان، يعني قديش ممكن تأثر على الأطفال خاصة إنه أنت بتعملي هالأعمال يدوية لصف أول تاني ثالث وكمان نقدر كيجي 1. كيجي 1 وكيجي 2 يس اكزاكتلي. هلا هاي الالوان اكيد لانه شد انتباههم بالضبط، وهلا اكيد دراستي اوريدي انا كجرافيك ديزاين كجرافيك ديزاين دراستي بتحكي لي انه انا لازم اشد الشخص او الطالب او الطفل للمالتي ميديا، فانا هون كيف بدي استخدم الوان تشدهم كمان ابعدهم شوي عن المالتي ميديا. حلو حلو. بنفس الوقت انه ما بنستغني عن التكنولوجيا بس انه بنخفف شويه بهذا الوضع اللي احنا موجود فيه. طبعا. هون عم نعمل كروت كثير بسيطه، لا هلا مثلا هون عندنا ايستر. حلو. هون احنا عملنا هون زي ثعلب صغير. بعدين هلا في عندنا فروقات فرديه بتكون بين الاولاد، عرفتي كيف، والاطفال. يعني مثلا في عندنا ناس تهوى الكرافت تمام العمل اليدوي، في ناس تهوى الرسم، فهلا انا مشان اخليهم يرسموا وحلو انهم يكونوا مشمولين بالمناسبات الوطنيه، مشمولين ب اكثر من شيء عندنا هون. صح. مثلا عن المسيره، فرح طالبه عندنا رسمت الايد والعلم وتستمر روعة. المسيره كيف هيك وهي بالبيت حاولنا نبعدها شويه عن حلو. الدراسه طبعا هلا هو ما بياثر اكيد لانه احنا عم نعمل بريك فهم بيرجعوا عليها بالزبط. فريش عرفتي كيف؟ وبنبسطوا هم بنبسطوا بهالاعمال كثير اكيد حلو. فهلا هو يعني بشكل عام شوفي هون من ستيكس كثير بسيطه احنا عملنا بالواز. حلوه الفكره روعه. فهلا هو بصير الطفل حسب الاعمار ما بس يشتغل ويشعر بالانجاز ويستمتع فيه، ما بيحب انه بس مجرد انه انا بدي اعرضه بالضبط، وكلها اعمال امنه باتريشيا، يعني بقدر الطفل اللي يساعدك فيها بالزبط. ويشتغل فيها وانت مطمنه انه هو ما رح ياذي حاله. هلا بعدين احنا شو بنقدر نسوي؟ بنخليه الطفل انه بدل ما هو يعمل بس مجرد انه اشتغلت شغل انا عمل كرافت استمتعت فيه انه بس مشان اعرضه. ليتر اون انا بخليه يعمل ستيب 2 حلو انه مثلا انت تعملها كستوري، يعني احنا عندنا هنا هذا الشارك برضو اوريدي عباره عن سيركل عنده دويره كبيره طعجناها او اعطيناها طعجناها وصارت هي. ممكن انا اسميه اسم ويعمل كفيديو يعمل له شير لاصحابه. وانت حضرتي لنا فيديو باتريشيا، خلينا نشوفه فيديو. سوا انا وياكي والمشاهدين. يلا اوكي. Thank you.
صراحة باتريشيا محظوظين الطلاب بإبداعاتك، يعني كتير حلو الألوان لحالها، الألوان بتحسي في فرح وفي طاقة بالمكان، يعني قديش حلو إنه إحنا كمان نقدر نبسط هالأطفال. بتعرفي هذا الجيل بتحسي صعب إرضائه، خاصة إنه هو متعلق بالأجهزة الذكية وبالبلاي ستيشن وهالقصص، مش سهل إنه أنت تشديه إنه تعال ماما أنا وياك ما نعمل شيء حلو اليوم. صح. هلا كمان الحلو بالموضوع اللي انا عم بنقيهم هلا هم بضلهم بالبيت او عند حدا تاني عم بياخذوا حصصهم، والماما كمان بتكون برا البيت مرات بدوامها قبل ما ترجع، فانا بحدد لهم هدول الاشياء البسيطه يشتغلوها وسيفتي، يعني ما في استخدام لمقص، حتى الجلو اللي عم تستخدميه امن للاطفال بالضبط. فهدول كلهم اشياء بسيطه ويعني بتلفت نظرهم. حلو انه تبعتي له مثلا الفيديو زي ما انا عملته وطبقته بالفيديو، بتقدر انت تعمل نفس الشيء وتقدر ترجع تبعته وتقدر ترجع تنشره بطريقه كثير حلوه. ممكن هلا هو الطفل نفسه انه انا ما بحب يكون هو عم بيعمل كوبي بيست، يعني انه بس انه هو كاداه ينقل طبعا، بحب هلا ممكن لو هو عمله انه ممكن يطور يطلع معه بطريقه كثير احلى. صح صح. تطوير ذكاء الطفل وتطوير ادائه قديش بيفرق من طفل لاخر، وقديش بيساعده هالاعمال اليدويه على تطوير وتحصيل الدراسي عند الطفل؟ طبعا اكيد بياثر، لانه انت هلا عم تطلعي من التعب والجهد والسيستم اللي انت عشتي فيها تكمل ساعه وتردي ترجعي عليه بطريقه انه انت زي اللي كيف تنعنشتي، تغير هو نفسيته، تغير موده، وحس حاله بانه استمتع وانجز. هون كثير حلو انه هو برد برجع على الدراسه، او هلا احنا فتره امتحانات كمان برد برجع على الامتحان زي كانه عمل بريك، اشعره بانجاز، اشعره بانه سعيد وكمل بعديها دراسته شوي، عرفتي كيف؟ هلا بصير يحفز انه انا بدي اخلصه، بدي اخلص هذا الشيء ارد ارجع اعمل، بصير في عنده افكار ثانيه بالضبط، بصير يضل باله مشغول بده يخلص الرسمه او الشكل اللي هو لازم يعمله بالضبط. هلا هو كمان بيقدر انه مثلا ليتر اون بصير بده يعمل كرافت يستفيد منها بالضبط، مش بس انه بس مجرد يعرضه. فهذا حلو، انت بتعمليه اكثر من خطوه هيك بتحفزيه انه استمتع وانجز واعرف كيف تشتغلها صح. وطبعا انا بكون مأمن للتصريح، مأمنين لكل شيء بطريقه انه تكون آمن للطفل. صراحة رائعة رائعة. طيب باتريشا أنت محضرتي لنا كمان فيديو بدنا نشوفه كمان مرة ثانية مع المشاهدين. أوكي. حلوة هالفكرة، شفتي شو كثير بسيطة بعدين؟ كثير بسيطة وحلوة. كثير حلو. قولي لي طيب ايش رسالة هيك بتحبي توجهيها للأمهات اللي عم بيحضرونا بالبيوت اللي أولادهم ما بيتقبلوا إنه هم يشغلوا وقتهم بهاي الأعمال اليدوية، كيف بدها تقدر تخليهم يحبوا هاي الأشياء؟ طبعا هي بتقدر أكيد تخليهم بطريقة كثير بسيطة. هلا أنا مشان ما يكركب ما يقصقص وهيك بقدر أترك له منطقة معينة نشتغل فيها وبعديها أنا أعرض له إنجازاته، هيك بصير هو يصير يحب، عرفتي كيف؟ إنه يشتغل وبيشوف بيشوف اللي استمتع فيه واشتغله. حلوة فكرة تخصيص منطقة بالبيت لحتى يعمل فيها أشياء. ليتر أون مشان هو لما يشتغل فيها يقدر يحافظ على هاي المنطقة دائما نضلها كلين ومرتبة ونظيفة، عرفتي كيف؟ فهو ما بصير عنده لود وتعب إنه أنا بدي كمان أرد أرجع
خلص غلبي بعد الشغل اللي انا عم بشتغل بدي ابدا ارجع ارتب وهيك. لا خلص هاي المنطقه مخصصه لك للكرافت والهاند كرافت. حلو. طب هاي النشاطات المنزليه كل قديش لازم ست البيت تعملها لاولادها؟ يعني بالاسبوع كم مره؟ هلا هو حسب العمل. يعني في انا عندي فكره معينه، مثلا في عندنا طلاب زي ما قلت لك او اولاد اطفال بحبوا كثير انهم يرسموا. تمام. وفي فروقات عمريه، انا هلا ممكن انا اعمل موضوع معين هذا الأسبوع خلال العطلة الويك إند، كل واحد بيرسم عن نفس الموضوع اللي أنا نقيته. حلو. تمام تمام. بعدها بنعمل جدارية منلزق كل الأعمال، كل الرسمة طفل عملها من كان كبير. حلو. أو كان صغير، وشوفي شو بتطلع جدارية كتير حلوة. فكرة كتير حلوة. كتير فكرة كتير حلوة، زي بتصير زي البازل كيف هيك عم ركب، بس إنه موضوع موحد، بتعرفي أنت تنقي بين الطفل الصغير كيف عبر عنه والطفل الأكبر كيف عبر عنه. باتريشيا كتير انبسطنا فيك. أهلا صراحة. أنا أكتر. ويعني نورتينا اليوم ببرنامج يوم جديد. سلامنا لإليكم، نتمنى لك يوم إن شاء الله يكون هيك كله ألوان مثل الألوان اللي أنت حبيبتي. شكرا لكم جميعا. شكرا.